خطوات 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 حتى كتكون فقير وخا تركل. كاينه حالات استثنائيه كيكونوا حالات كتكون واحد من الهامش يعني من والو وصل كتقول واش هو هذاك هو وصل هذاك راه ما شافوهش زهق ليا دابا هو هنا في المغرب نقول لك خصك تطيح على شي قالب وتقضي فيه الغرض بالزربه 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 تقول فيه عام مشيت ودابا خصك تقضي الغرض في ذاك العام وتزكي شغلك عندك اللي كيقمر كيشد واحد كيربح واحد 20 مليون وكيمشي كيقمر معاهم كاين اللي ولي واش خاصو يدير خاصو يربح هذيك 20 مليون يمشي يشري شي سكينه وينبل ويقول على ما شدهاش يمشي يشري بها شي حاجه على ما شدهاش اما لا قال بغا يلعب معاه ما مشى فيها دابا هذا اللي المغربي مقود عليه يربح ضبر على شويه راس المال يمشي يدير شي حاجه فهمتي يشري شي سكينه يشري شي حوينات ويتكمش زعما يقول راه مقلبي ونشري معاها وتبقى يتبون بها هكا وتيقرضوك ولا تيقرضوك ولا لا تمسطي واقيلا ترى المغرب بويا تحياتي لكم الخوت مرحبا بكم تخدم 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 في الاخر الفيلم وانت والله العظيم الا كنت تلاقي مع الناس واحد خينا عرفتي شنو قال لك تخدم كيسوق طياره وحق الله العظيم عرفتي باش في الثمانينات حبه دابا من هب هو تم ولا كيسوق طياره دابا كلشي هاد الريات ولا يسوق طياره هذا في الثمانينات كان كيسوق طياره الثمانينات كيسوق طياره عرفتي شنو لقيتو لقيتو حاط واحد 100 درهم ديال 12 كيبيع بهم الجمعيه وحق الله العظيم وجبت لي الوراق قلت لي صافي هاد الوراق تحرق باش ما تبقاش تفكرش مالك امريكا هاي سمعتيني وكان كيسوق طياره في الثمانينات اصاحبي ولا كيبيع 12 بالجمعيه فهمت سبا انت به فهمت سبا مع القول وكان بيلوط قال لي انت وليدي كيفاش وكيفاش وهذه وباين عليها صح قال لي ما شي 180 دوله اللي ماشيين لغات وعاود كل شيء كيبيع 12 هو يستد 16 يقول هو انا ولا تبي خير صافي يا اصل ديالو الدار الله يرحمه قلبي عليه صافي جمعوا لي رجلي ولكن كيسحب غير الطغاده بحال ما كريمه فهمتي كيعطف عليه الله واحد شويه وحتى حنا اش قلنا لك دابا بحال ربحتي في التيرسي واحد 20 مليون ولا شنو تزكاه شي لعيبه ما تبقاش تلعب معاهم دابا يدي والو هنا في المغرب خدام واحد القديمه كتمشي من قريبه كتصور البنيه خسر 400 وجمع 600 انت راه غدور ما كتبقاش غادي المغرب دابا واش 98 هي دابا 2000 هي دابا حتى العام اللي فات هو دابا حتى كورونا ما كانش كيقول شي حاجه معوده دابا كورونا احسن من دابا كانوا كيتفرقوا فيه الكفوف دابا شكون اللي غيجيب لك تا الله يا ابراهيم ما هذا شاي هذا شاي ولا شنو شاهي شاهي يا ابراهيم شاي اسود لا شاي بني ها هو ها هو هذا شاي لبتن هذا روش اسمع اسمع هذا كيفه يعني مثله ولكن هذا اسمه روج 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 تاع العنب روج فينو يعني تاع العنب تعرف الروج هو كيكون خليط من الماحيه و من يعني من الماحيه بقايا التين بقايا التين مجفف والعنب مخمر العنب 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 بلقاو الماتش ما نطلع عليهم دير بالصحوي كيلقاو الماتش